ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي هنلعب لعبة كده، استنوا انا ما لحقتش اقرا اسمها، بس انا شفت ان عليها كذا مشاهدات. نشوف هنا، الله ده بيخيرك تختار انهي هليكوبتر. واو، هاخد الهليكوبتر دي، شكلها تبقى رائعة. يلا ازاي نقلع؟ ايه ده، السفينة اللي بتغرق عاملة زي تايتانيك. ليه فيها ايه السفينة دي؟ واو، دي سفينة للسكن زي سفينة تايتانيك. بص السلاح ده كده، واو. بص بقى القنبلة دي، لا ايه ده، هوي ايه ايه ده، انا كنت اتوقع حاجة احسن من كده بكتير. ده شكله ده اسطول ده ولا ايه ده؟ ناخد دي بسرعة. واو، ايه المكان ده، حاسس انه يبقى رائع. إيه، انا مش شايف حاجة، انا شايف حاجة. ايه المكان ده، عم نمشي. ايه ده، واو، ايه المكان ده، ده اسطول يا جماعة. ايه الاسطول الجميل ده، اف مثلا هنا، هنا مش عليا انا. واو، طب نجاوب كده، عليا انا، عليا انا، هل يا ترى اللي هيحصل؟ يا عليا انا يا ابن ال، واو. بصوا، ايوه هنا، واو، عرفت ازاي اعمل هنا. ماشي، عايز اجيب سفينة. ايه دي، واو، انا سوق دي. ايه، غيبت كده من اولها، هفجرها انا، افجر السفينة. واو، بص كده نفجر كده اكتر 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 اكتر. احاول افجرها هنا من جوه، انا عارفه تتلاشى، اقول يبقى كده. ايوه بسرعة يا عم بدل البطء ده.
ايه ده؟ هفكر السفينة عشان اقدر نخرج. خلينا بالمنظور الاول احسن، خليها بالمنظور الاول. واو نصرع دي بقى، دي يا لهوي عليه. واو لا المنظور الاول ما عجبنيش. ايه دي ده؟ هنجيب ايه؟ واو طب ايه اللي هيحصل لو جبنا هنا قنابل؟ ايوه فجر هنا. واو تيجي نفجر الاسطول باكمله. ايه ده في هنا عربيات في الاسطول؟ يا الغباء. احسن واو بس اللعبة دي تستحق فعلا، أنا شايف كده. يلا كمل 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 كمل. واو فجر 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 فجر. يلا اوعى في البحر. كده كورة هبة كورة. اوه نجيب دي. فين فلاي؟ فلاي اها. اوه مين اللي ابنك اللي عمل ايه ده؟ ها الاسطول كله هيتدمر. دي بتطاردني. لا مش عايزة أصلا، شكرا. أنا بحافظ على صحتي عن طريق نطلع السرير. أقولك أنا عايزة أخش هنا يا عم. واو واو ماشي. هي أنا شايف إن ال إيه ده؟ إيه ده؟ واو خلينا نجرب ده كده. واو اضرب اضرب. ايه ده؟ ايه بيب؟ واو انا هركبه. واو شايفين يا جماعة احنا كده في الاسطول كده. هنبعد عن الاسطول ده، اسطول فعلا بس الاسطول ما فيهوش طيارات هليكوبتر. واو ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الصورة دي؟
ده معناه ان اسم الجيش ايه ده؟ ايه اللي جابني الاسطول؟ انا مش عايزة الاسطول يا عم. يلا انا لازم دي فرصة عمرها ما تتكرر. تحكي قصصك لوا، تحكي هو انت عبارة عن ايه لوحدك؟ يوتيوبر لسه في بدايته. بيحاول يوصل ل 100 ألف مشترك على قد ما يقدر. ايه ده؟ ينفع اشارك يا عم؟ يسطا عايز اشارك والايه اهو اعمل ايه؟ طب اهو. لا هتفجر. الحمد لله. لا ده بيبعد، احاول اوصل له. لا 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 انا هسوق، انا لا اسوق، انا لا اسوق. واو ايه دي؟ طب تحب واحدة؟ خد احسن. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا عبيط؟ يلا عايز اركب هليكوبتر كده ومن غير ما حد يدمر الهليكوبتر، وعشان عايز اقول ايه ده؟ واو يا كلب. عايز اكلم الناس يا عم. يلا فلاي فلاي. لا 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 ايه دمر الهليكوبتر. يا كلب طب اهو ده اللي انت تستحق. ماشي. كل اللي انا عايز الصور، وانا عايز اقعد كده اكلم الناس شوية يا عم، بدل ما تضموا لي الهليكوبتر ده. عشان انا كنت مستفز، فكانوا تودين تودين. افتكرت معسكر الزئ شابت بلاف. اهو تمام. ها اهو ماشي. انتم دلوقتي شايفين ان انا الله. واو مش منظر رائع. صح، مين اللي بيسوق طيارة الهليكوبتر؟ مين اللي بيسوقها؟ لا ما علينا خليني اكمل. بصوا يا جماعة، لو عجبكم الماب ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة بصوا واكتبوا في التعليقات هليكوبتر، او لا اقول لكم ما تكتبوش هليكوبتر، اكتبوا اسطول الاسطول اسطول الزئ. مكتوب انها هليكوبتر، وولف هليكوبتر. ماشي كو كو بص
انتوا شايفين المنظر عبارة عن ايه؟ تخيلوا لو انتوا كنتوا مكاني. انا حاسس براحة نفسية. شايفين الاسطول هنا بعيد، الاسطول هنا بعيد، وطيار الهليكوبتر ولا واحد سايقها، يا ما شاء الله. وانا دلوقتي لسه عايش، يا ما شاء الله على الذكاء. شايفين الدماغ دي؟ ذكاء. ايوه صح. كل اللي انا بس عايز اقوله ان انا يعني عشان يوتيوبر في بدايتي، ادعمني شوية عشان اجيب لك فيديوهات احسن من كده بكتير. ادعمني شوية يا عم. واقول لك على حاجة، مقدمتي كامل الفيديو للاخر في كل فيديو جديد لا هعمله. بص، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتكتب في التعليقات اسطول. اسطول ايه؟ اسطول الذئب. بس كده، مع السلامة.